السلام عليكم، إليكم هذه الوضعية. سعيد كهل أفنى شبابه في اللهو وتعاطي المشروبات الكحولية، ولم تكن أغذيته صحية. أصيب بقصور كلوي، كان يذهب أسبوعيا لغسيل الكلى، يقضي ساعات على جهاز الكلى، يصاحب ذلك آلم ووجع وتعب. نصحه الطبيب بإجراء عملية زرع، حيث تبرعت له أخته بكليتها. كذلك تطلبت العملية حقن الدم، فتقدم له مجموعة من الأشخاص، نجحت العملية وشفي. إليكم هذه السندات. وثيقة رقم 1 تمثل الزمرة الدموية، أو عفوا تمثل الزمرة الدموية لسعيد. هذه الوثيقة تساعدنا على استخراج الزمرة الدموية. ثانيا، الوثيقة الثانية تمثل الأشخاص المتبرعون لسعيد. التعليمات: ما نوع الاستجابة المتداخلة مع الشرح؟ فسر سبب نجاح العملية. استنتج زمرة سعيد، وما هي الأشخاص التي يمكن أن تتبرع له مع التعليل. ثالثا، قدم نصائح للشباب لتجنب ما عاناه سعيد. السؤال: ما نوع الاستجابة المتداخلة؟ الآن هنا تدخلت الاستجابة المناعية النوعية الخلوية. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة هي حالة زرع، عملية زرع، والزرع زرع عضو هو مجموعة من الخلايا. إذن الاستجابة الخلوية متى تكون هناك استجابة خلوية؟ إذا كانت خلية مصابة، أو نقولها متعفنة، أو كانت خلية دخيلة جاءت من جسم آخر. إذن كما نقول دائما التلاميذ، نقول لهم الاستجابة الخلوية هي خلية بخلية، تكون إذا أصيبت خلية لازم لها خلية تقوم بعملية الرد. وبالتالي هنا استجابة مناعية نوعية خلوية. فسر سبب نجاح العملية. إذا سبب نجاح العملية هو حدث توافق نسيجي، بمعنى نعلم أن على خلايا كل جسم أو الخلايا الجسمية هناك سمات أو واسمات، هذه بمثابة بطاقة تعريف بيولوجية، بمعنى كل خلية تتعرف على الخلايا الذات فتتقبلها، أما خلايا اللا ذات ترفضها. في هذه الحالة اعتبرت الكلية من الذات فتقبلها جسم سعيد. نكتب الحل. نوع الاستجابة المتداخلة هي استجابة مناعية نوعية خلوية. في هذه الحالة تقوم نوع من اللمفاوية القادرة على تدمير الخلايا المصابة أو الغريبة التي تدعى باللمفاوية التائية. ثانيا، سبب نجاح العملية لأنه تملك العضوية واسمات خاصة بها على الأغشية الهيولية لخلاياها، تسمح لها بالتمييز ما هو ذات ولا ذات. في هذه الحالة حدث توافق نسيجي، يعني تقبل الجسم الطعم واعتبره من الذات، إذن النسيج متوافق معه. ثانيا، استنتج زمرة سعيد، وما هي الأشخاص التي يمكن أن تتبرع له؟ علل. نأتي إلى معطياتنا. إذن أعطي لنا الجدول لمساعدتنا على استنتاج الزمرة الدموية لسعيد. لو نلاحظ جيدا الجدول، إذا دائما نأتي إلى المعطيات أولا ثم نحلل. إذا هنا اللون الأحمر يقول عدم الارتصاص، وجود الارتصاص، أما باللون الأبيض عدم وجود الارتصاص. لو نأتي هنا مع عند وضع أمصال الاختبار، عادة الأمصال تحتوي على أجسام مضادة، ووضعنا قطرة دم، إذا قطرة دم سعيد مع الجسم المضاد أ حدث ارتصاص، بمعنى ما دام هناك جسم مضاد من نوع أ وحدث ارتصاص، أكيد مولد الضد الموجود على سطح الكريات الدموية الحمراء هو أ، لأن عادة نقول أنه لا يجب أن يكون هناك في نفس الزمرة، لأنه نقول دائما لا يجب أن يكون مولد الضد والجسم المضاد من نفس النوع، بمعنى لازم يكونوا مختلفين.
نجي إلى هذه القطرة الثانية، لما وضعنا لها جسم مضاد ب، حدث ارتصاص أيضا، بمعنى الجسم المضاد ب هذا وجد على سطح الكرية الدموية الحمراء مولد الضد من نفس النوع، وبالتالي حدث الارتصاص. وضعنا جسم مضاد A B مع قطرة دم سعيد، حدث أيضا ارتصاص، بمعنى هناك مولد ضد A ومولد ضد B، ونعلم أن الزمرة الدموية نسميها نسبة إلى مولد الضد، وبالتالي زمرة سعيد هي A B. نأتي إلى الجسم المضاد D. إذن عندما وضعنا قطرة دم مع الجسم المضاد D لا نلاحظ حدوث ارتصاص، بمعنى على سطح الكرية الدموية الحمراء لسعيد لا يوجد مولد ضد D أو الريزوس، وبالتالي لم يحدث ارتصاص. إذن الريزوس هنا غائب، يعني إراش موا. إذن نستنتج زمرة سعيد هي A B موا، A B R H موا. نأتي الآن إلى الأشخاص التي يمكن أن تتبرع لسعيد. لو نأتي إلى الأخ A زمرته A بلس، نعلم أن حسب النظام ABO A يمكن أن تتبرع لسعيد، لكن وجود الـ RH بلس، عادة الـ RH بلس لا يعطي الـ RH موا، إذن الأخ ملغى. نأتي إلى الأم، أيضا عندها RH زائد، إذن أيضا ملغى. نأتي إلى الأب، نفس الزمرة ونفس الريزوس، إذن مقبول، إذن الأب يمكن أن يتبرع لسعيد. نأتي إلى الأخت، زمرة O والزمرة نعلم أنها معطي عام، وبالتالي يمكن أن تتبرع لسعيد، أيضا ريزوس موا راش موا، إذن يحدث توافق مع سعيد. نأتي إلى الخال B بلس، ممكن أن يعطي لسعيد، إلا أنه RH بلس لا يعطي للـ RH موا، وبالتالي ملغى. إذن الأشخاص التي يمكن أن تتبرع لسعيد هي فقط الأب والأخت. الوثيقة رقم 1، حدث ارتصاص لدم سعيد مع جسم مضاد A، بمعنى تحتوي الكرية الدموية الحمراء على سطحها على مولد الضد A، كذلك حدوث ارتصاص مع جسم مضاد B، بمعنى تحتوي الكرية الدموية الحمراء على مولد الضد B. يشترط هذا قانون، يشترط أن لا يحمل الدم الشخص مولد الضد والجسم المضاد من نفس النوع. إذا نستنتج أن زمرة سعيد هي A B. الآن نأتي إلى الريزوس، عند إضافة جسم مضاد D لا يحدث ارتصاص، بمعنى لا يوجد مولد ضد على سطح الكرية الدموية الحمراء، إذا هي RH سالب RH موا. إذا زمرة سعيد هي A B موا. إذا الأشخاص الذين يمكن أن يتبرعوا لسعيد هي الأب لزمرته A B موا، لأنه لا تحتوي على أجسام مضادة الـ A والـ B ولا مولد الضد D، إذا لن يحدث ارتصاص مع زمرة سعيد. ثم الشخص الثاني قلنا هي الأخت التي زمرتها O موا، لأنها لا تحتوي على مولدات الضد A ولا B ولا تحتوي على مولد الضد D، لن يحدث هناك ارتصاص مع زمرة سعيد. إذن النصائح التي نعطيها للشباب لتجنب ما عاناه سعيد، إذن عادة نستغل السياق، إذن تجنب تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، تناول أغذية صحية، وممارسة الرياضة.